إذا مشاهدينا الأوفياء، مشاهدي قناة شوف تي في، لما كنتم معنا مرحبا بكم معنا في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا حاليا كنتواجدوا في أحد الأسواق الشعبية في مدينة قديمة اللي هو سوق درب العزي، واليوم أنا جيت للسوق وعندي 1000 ريال في جيبي، بغيت نتقدى الخوطة ديال الكسكسو. واش في نظركم غادي تكفيني 50 درهم باش نعمر القفة وندير الخضيرة ديالي وندير كسكسو غدا إن شاء الله بإذن الله، في ظل هذا الغلاء، في ظل هذا ارتفاع الأثمنة، في ظل بزاف الحوايج اللي الدرويش ولا كتقصح مسكين، أنا غادي نشوف واش 50 درهم كافياني باش نتقدى كسكسو. يعني كما كتشوفوا الخضر معنا مشاهدينا الكرام، كاين خيزو، كاين الدنجال، كاين البصله، كاين اللفت، كاين الليشو، كاين القرعه، كاين الفلفله، كاين الحامض، كاين البطاطا، كاين الخيار، وكاين الباربا. السلاوي موجود والقرعه كورجيت موجوده وحتى اللوبيا، يعني جميع الخضروات الاساسيه اللي كنحتاجو في الكسكسو ديالنا راه موجوده هنايا. بالنسبه للاثمنه مشاهدينا الكرام غادي نقربكم منها ونعرفوا واش 50 درهم كافياني نتقدا ولا ما نتقداش. يعني انا درويش جيت للسوق هنايا باش نشوف. بالنسبه للخيزو، خيزو صباح ديال 4 درهم خيزو، يعني الحمد لله الثمن ديالو مناسب للجميع. يعني عندك غتاخذ كيلو، ما عندكش غتاخذ نص كيلو، ولكن هنا في اطار الكسكسو فراك كتجمع قصري على بزاف الناس. طبيعي الحال خاصك واحد كيلو، كيلو ونص، يعني عندك 80 ريال 4 درهم زيد عليها، ولا عندك 6 درهم كيلو ونص الكسكسو ديال الخيزو. الدنجال ما كيديروش في كسكو على ما اظن، يعني قليل الناس كيديروا الدنجال. بالنسبه للبصله حتى هي ما تيديروهاش، ولكن قربكم الاثمنه. الدنجال داير حتى هو 4 دراهم، البصله دايره 3 دراهم، بالنسبه للفت داير 7، يعني ثمن شويه ديالو قاصح 7 دراهم اللفت. بالنسبه للفلفله دايره 6 دراهم، بالنسبه للحامض دير حتى هو 6 دراهم، بالنسبه للبطاطا دايره 7 دراهم، يعني قاصحه 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 بزاف. بالنسبه للقرعه كما كتشوفوا معنا دايره 10 دراهم الكيلو، وبالنسبه للليشو دايره 3 دراهم. فطلع شويه الثمن قضيه قاصحه، ولكن على الاقل على الاقل على الاقل 50 درهم على ما اظن غير في الخضره راه كافيه. ولكن من غير الخضره تماك فين كاينه التقسيحه ديال بصح، يعني اللحم غالي والدجاج غالي بزاف. بالنسبه للقرعه كورجيت كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام دايره 8 دراهم، وبالنسبه للسلاوي حتى هو دايره 8 دراهم. يعني هذه هي الاثمنه اللي كاينه هنايا، اللي كاينه هنايا في السوق الشعبي. السعارة 1000 ريال باقا عندنا في جيبنا، باقا منها صريف، يعني تقدينا الخيزو، تقدينا البطاطا، وتقدينا الدنجال، عفوا اللفت، وتقدينا القرعه الحمراء، وتقدينا ليش. يعني تنظن هذا هما الخضروات الاساسيه اللي كتكون في كسكسو. يعني مختار الناس يديروا القرعه كورجيت حتى هي ويديروا السلاوي. يعني عندنا كيلو ديال اللفت، عندنا كيلو ديال القرعه، عندنا كيلو ديال القرعه كورجيت، عندنا ليشو، وعندنا خيزو. يعني كي اللي كيدير بطاطا حتى هي، يعني شوفوا معنا يعني البطاطا دايره 7 دراهم انا مشاهدينا الكرام، يعني كي اللي خداها ب 9 دراهم. الله يحسن عوان الدرويش اللي ولا مقصح من هذه الناحيه هذه. شوفوا معنا الاثمنه ديال الخضروات، يعني 1000 ريال كافيانا لهذا الشيء. كما كنعرفوا باللي حنا المغاربه كعزيزان نتقداو الخضره ديال الكسكسو، بحكم اننا الجمعه خدينا كتقاليد اننا ضروري ناكلوا كسكسو. بطبيعه الحال العيالات اللي كيتقداو كيبغيو يتقداو نهار الخميس، لان الخضره كتكون باقا جديده، يعني يلاه كي جايه من المارشي، حيت ديال الجمعه كتكون غير بيته، يعني الجمعه ما كيكونش خضره جديده، كتبقى بيته من الناس والخضار. الناس كيزربوا عليها نهار الخميس، كيكون الثمن عاوتاني شويه طايح. فحنا جينا ب 1000 ريال قدرنا اننا نتقداو الخضره ديال الكسكسو، ولكن الباقي الاخرين يعني بقى بقى لينا السميده، بقى لينا الدجاج، بقى لينا اللحم، يعني كاين شويه الثمن. يعني قول للدرويش ولا قادر انه يطلع الخضره ديال الكسكسو، ولا يطلع قصريه كامله ديال الكسكسو بواحد 120 درهم باش يقدر يصوب. يعني اللفت ديال 7 درهم مشاهدينا، يعني والدرويش ملي كتقول لي 50 درهم انا قاصح عليه 50 درهم، حتى 50 درهم راه ما رخيصاش. جنبلان ما تهز مني. اش كاين اش كاين
يعني أميرة نادية قالت لك خلط خضرة ب 20 درهم و 20 درهم دجاج وشري جوج كيلو سميدة يعني غير شوية شوية يعني 20 درهم غدير غير شوية شوية أختي فتنقول لك دابا راه خيزو 4 دراهم تنقول لك اللفت 7 دراهم الكرعة 10 دراهم تنقول لك البطاطا 7 دراهم الليشو 3 دراهم يعني الكرعة كورجيت 7 دراهم الى هنا مشاهدينا وصلنا الى نهايه البث ديالنا شكرا لحسن متابعتكم ونلقاكم بالتاخر ان شاء الله من موضوع اخر واستودعكم الله وبركاته.